بس دلوقتي الووتر كلر اللي احنا بنشتغل بيها حاليا مكونة من الاربع حاجات اللي قدامنا دول مع بعض الاضافات التانية اللي بتحافظ على بقاء الالوان ونقائها وكده. فالمكون الاساسي اللي هو الصمغ العربي اللي فوق على اليمين، وعلى الشمال الجليسرين والعسل الابيض ومرارة التور. الاوكسجول دي مرارة التور، العصارة اللي بتطلع من مرارة التور، وده مادة مذيبة قوية بتتحط على الالوان عشان تسهل ذوبانها وقت الشغل. فدي المكونات الاساسيه بتاعه الووتر كلر او الالوان المائيه اللي هنشتغل بيها النهارده. ده شكل مكعبات الووتر كلر سنه 1780 شركه ريفز لما بدات تصنع المكعبات الاكواريل. دي شركه وينسور، دي المكعبات بتاعتها برضو سنه 1890. طبعا الالوان المائيه كانت منتشرة أكتر في الفنون الآسيوية لآلاف السنين، يعني كانوا بيستخدموا فكرة الأحبار والألوان الصبغات المائية المخففة وكده لفترات طويلة جدا. والموضوع ما ظهرش في الفن الغربي غير في القرن ال19 مع بعض الفنانين الإنجليز، كان أشهرهم تيرنر وفنان اسمه جيرتن وفنان اسمه كونستاب. دول الفنانين اللي خدوا كوريل وابتدوا يهتموا بيه فعلا وخلوه خامة قوية الغرب يقتنع بيه. إنما قبل كده ما كانش في مكان قوي للأكواريل إلا في الفنون الآسيوية. ده شكل علبة قديمة من ألوان أكواريل عبارة عن مكعبات أكسيد وعليها الصمغ العربي والعسل ومرارة التور والجليسرين. يبقى الفضل في وجود الألوان المائية وانتشارها في العالم هم الإنجليز، الفنانين الإنجليز اللي صنعوا الألوان. وكان من كان المدرسة الإنجليزية في التصوير بالألوان المائية بتعتمد على الألوان الأكواريل بس من غير استخدام أبيض، فبيستخدموا الألوان بشكل نقي تماما من غير ما يقعد يفتح بأبيض، فكان بيسيب المناطق الفاتحة بلون الورقة. فنان تاني مشهور من الفنانين الإنجليز هو اللي خلى الألوان المائية ليها قدر كبير كده، هو اسمه تيرنر، فنان اسمه تيرنر. الفنان ده كسر القواعد شوية وابتدى يستخدم أبيض ويعمل تأثيرات مختلفة بالأكوريل، بس للأسف اللوحات بتاعته معظمها تضرر جدا، ودي مشكلة من مشاكل الأكوريل إن هو عمره مش طويل مقارنة بالألوان الزيتية مثلا، لأن الألوان الشفافة لو اتعرضت للضوء بشكل منتظم بتختفي، ممكن تتغير وتختفي. كمان الورق اللي بنشتغل عليه ممكن يتعفن او يتاكسد مع الوقت، عشان كده لو رحتوا اي متحف مش هتلاقوا فيه الوان مائيه معروضه لفترات طويله، هي ممكن تتعرض في فتره قصيره وبعدين يرجعوا تاني يخزنوها في اماكن مظلمه وبدرجات حراره معينه، على عكس الزيت اللي بيفضل موجود في المتحف طول الوقت. ده شكل علبه فان جوخ اللي علبه الالوان الاكواريل، يعني هستعرض معاكم كده بعض الماركات. عندنا بعد كده وينسور اند نيوتن، طبعا وينسور افضل من فان جوخ. الالوان في منها مكعبات وفي منها الانابيب. طبعا الانابيب فايدتها في ان انت لو هترسم مساحات كبيره ممكن تستخدم باليتا اكبر، ممكن تشتغل بفرش اكبر هيبقى سهل، انما عشان اشتغل مساحات كبيره بالمكعبات هيبقى صعب شويه ان انا احط الفرشه الكبيره جوه المكعب الصغير ده. عندنا بيبيو برضو شركه فرنسيه بتعمل الالوان الاكواريل، في العلبة المستطيلة دي وفي العلبة المدورة. موجود في مكتبة ألوان منها نوعين دلوقتي، واحدة الغلاف بتاعها أخضر وواحدة الغلاف بتاعها أزرق، فاللي هيجيب منها برضو يجيب الغلاف الأزرق، لأن هو أنا يهمني درجات الأزرق أكتر من الأخضر، يعني أنا ممكن أكون الأخضر. دي ماركة ألمانية اسمها شمينكي، من الماركات القوية. ده شكل علبة الألوان، هو بيبقى حاطط لك في الغطاء باليتا، أنت مش محتاج باليتا أكبر من كده. بيبقى فيه فرشة في الغالب جاية مع علبة الألوان. طبعا لو هنجيب نجيب العلبة الصغيرة، مش محتاجين علبة ألوان أكوريل كبيرة، أنا كفاية يبقى عندي بس الألوان الأساسية من كل لون، الفاتح والغامق بتاعه. دي باليتة الألوان اللي كانت بتقدمها شركة وينسور سنة 1910. ودلوقتي لو دخلنا على الموقع بتاع شركة وينسور هتلاقي الباليتة دي موجودة، مش القديمة، هتلاقي باليتة الوقت الحالي يعني موجودة، عشان لو انت حابب تختار ألوان معينة وتشتريها وكده. وكل موقع بيعمل ده سواء تالنز أو بيبيو أو أي شركة ألوان.
هنا هنلاقي برضو البالتات بتاعة القرن ال18 وال19 اللي كانت الشركة بتقدمهم. ودي باليتا من الباليتات اللي كان بيستخدمها الفنان المصري القديم في الرسم على الجدران بتاعة المعابد والمقابر. تقريبا برضو فيها نفس الألوان الأساسية اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. بصوا شكلها، هي قايمة على فكرة إن ده بودرة ملونة مضغوطة في شكل أقراص زي ما احنا شايفين، وبيستخدم الفرشة في إن هو يخففها ويبتدي يشتغل بيه. طبعا طبيعة الخامة نفسها كانت مختلفة، الموضوع كان عبارة عن أكسيد ملون مضغوط، وبستخدمه برضه بنفس الطريقة تقريبا اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي. الفرش اللي استخدمها المصري القديم فرش من الطبيعة ومن الأشجار. هنتكلم شوية عن الأحبار بقى الملونة. الحبر الشيني، هو اتسمى حبر شيني لأن أصلا الصينيين واليابانيين هم أكتر حد اهتم بتصنيع الأحبار، وهم أول ناس صنعوا الأحبار واستخدموه، مش الغربيين. يمكن الغربيين كانوا مهتمين أكتر بالإفريسكو والتمبرا وبعد كده الزيت والجواش، إنما اهتمامهم بالألوان المائية يعني كان ناحية، يعني الاهتمام بالفن ده كان ناحية الجزء الآسيوي أكتر من الجزء الغربي. والاكواريل عند اليابانيين كان اسمه انكا اند واش، يعني لو عملنا سيرش على الشغل الياباني بتاع الاكواريل او الصيني ممكن نكتب انكا اند واش ونعمل سيرش ونشوف شغلهم عامل ازاي، وهنستعرض حاجات من الشغل ده النهارده. الاحبار الملونه المائيه بقى بيبقى نسبه نقائها وشفافيتها اعلى من المكعبات والانابيب. التانيه بيبقى فيها سن التجيره شويه، يعني بعد ما تشتغل ممكن تلاقي اللون اتغير وغير، انما الاكوالين او الايكولين دي احبار ملونه. وهنا فرق الشركة بس، يعني هنلاقي شركة تالنز بتنزل حبر ملون اسمه ايكولين، والشركة التانية اللي هي كورفكس دي بتنزل اكوالين واكوا مية، يعني نفس الفكرة برضه. فهي عبارة عن صبغات لونية شفافة بتستخدمها بشكل مباشر او بتخففها بالمية. شركة انجليزية اسمها ديلر راوني دي بتنزل برضو الوان مائية اسمها اكوا فاين. دي بعض الماركات التانية، يعني أفضل الماركات اللي بتقدم أحبار ملونة. في أقلام إيكولين كمان، يعني القلم نفسه بيبقى فيه لون براش بين، بيبقى هو متعبي حبر، والأقلام نفسها دي بتتباع فاضية بمقاسات مختلفة، ممكن أملاها لون واشتغل بيها على طول. حاجة تانية غير العلب والأنابيب والبرطمانات والأقلام، هنلاقي في شين اللي هو الكالر شيت، ده بيبقى عبارة عن زي كارتلة الألوان كده بتاعت شركات الدهانات، بيبقى طبقة لون خفيفة جدا بتبل الفرشة وتحط المية على الشيت وتقعد تلون بيه، فهي بتبقى مفيدة قوي في الاسكتشات السريعة، تقدر تشيلها في الشنطة في جيبك في أي حاجة وتقدر تلون بيها وبتعمل معاك مساحات لون كويسة. بيبقى فيها الوان كتير طبعا، والالوان بتبقى جاهزه، يعني مش هتقعد تكون كمان، انت بتاخد اللون على طول من الباليتا بشكل مباشر، فهي مفيده في السكتشات. دي الباليتا بتاعت الايكولين اللي بتقدمها شركه تالنز حاليا، يعني كل الالوان دي هنلاقيها موجوده، بس يعني لو حد هيشتري ايكولين يعني يفضل تجيب الالوان الاساسيه برضه او الاساسيه والثانويه. ودايما يا جماعه في الايكولين والاكواريل اشتري الدرجات الغامقه مش الفاتحه، لان انت الدرجه الفاتحه جدا ممكن تعملها بالغامق، لو حطيت ميه كتير ممكن تعملها باللون الغامق، فبالتالي اختار اغمق الدرجات وانت بتشتري، يعني هات اغمق احمر في الفيرميليان مثلا، واغمق احمر في الكريمزون، واغمق اصفر في الاوكر، وهكذا. انما الباستل روز مثلا الدرجه الفاتحه دي ممكن، يعني ممكن عادي اكونها من الكارمن ده او الكريمزون. ده الفرق بين الايكولين اللي بتقدمه شركه تالنز والاكوالين اللي بتقدمه شركه كورفكس. هتلاقوا فيه فروقات كده في التنشيع والتبقيع والتدرج. طبعا فروقات بسيطه، يعني ده شكل الايكولين على الورق. بصوا نسبه النقاء بتاعته اعلى من الاكواريل بكتير،
فلما هنشوف الاكواريل كمان شويه هنعرف ايه الفرق، هنحس ان الالوان مطفيه اكتر بهتانه شويه، انما الايكولين الوانه ناصعه جدا وشفاف، شفاف اكتر. دي شكل البلتات اللي ممكن استخدمها لو انا عندي الانابيب بتاعه الووتر كلر، تبقى باليتا فيها عيون صغيره على الاطراف وفيها مساحات اكون فيها اللون في النص. دي بعض الاشكال، عشان لو لقيتوها في المكتبات ممكن نشتريها ونستخدمها. الفرش بقى زي ما شفنا كده، الفرش بتاعت المصري القديم كانت عبارة عن جذوع أشجار وحاجات كده. لا، عند الصينيين هم أول برضو ناس استخدموا الفرش بتاعت الشعر الطبيعي. دي بعض أشكال الفرش الصينية. دي بعض الحيوانات اللي بتستخدم في الفرش، هنلاقي إن عندنا الأرنب، شعر الأرنب، شعر الخنزير البري، شعر المعيز. يعني الفرشة اللي هتشتريها هتلاقي مكتوب عليها نوع الشعر بتاعك. عندنا فوق السنجاب، وعندنا على الشمال فوق حيوان اسمه غرير العسل. طيب ميزة الفرش الشعر الطبيعي عن الشعر الصناعي، أول حاجة المرونة، بتبقى فرش مرنة جدا وناعمة جدا وبتشيل كمية مية كتير، وفي نفس الوقت عمرها طويل. يعني اللي عنده فرشة شعر طبيعي لو هو حافظ عليها كويس ممكن تعيش معاه العمر كله. ففرش الشعر الطبيعي هي بتبقى غالية شوية بس بتعيش معاك فترة طويلة جدا، وبتطلع معاك تأثيرات مختلفة عن اللي بتطلعها الفرشة بتاعة الشعر الصناعي. عندنا برضو شعر الغزال وشعر الذئب، هوريكم الفرش اللي معمول منها دلوقتي الحاجات دي، فعشان هتعرفوا من اللون بتاعها. نبص التدرج اللوني اللي في الشعر بتاع الذئب عامل ازاي، عشان لما تشوفوا الفرشة بتاعته تعرفوها على طول. وشعر الحصان برضو بيستخدم. طيب شعر البني ادمين بقى موجود برضو في بعض الفرش بس على نطاق ضيق جدا. المشكله في شعر البني ادمين ان هو متنوع شويه اكتر من الحيوانات. يعني معروف ان شعر الحصان البري خلاص كله هيبقى شبه بعضه، فبالتالي لو هشتري فرشه من شعر حصان بري لو اشتريت غيرها هلاقيها نفس الخصائص بالظبط، بنفس سمك الشعرايه، بنفس كل حاجه. شعر البشر شويه مختلف، فما نقدرش نقدم فيه منتج يفضل ثابت. يعني ممكن شعر حد يبقى كويس وشعر حد تاني مش كويس وهكذا، فما ينفعش نعمم الموضوع ونقول ان شعر البشر نوع واحد او كده، عشان كده مش هنلاقيها منتشرة كتير. بصوا كده معايا بقى، ادي شعر الارنب، الخنزير، هنا الذئب، هنا اللي هو غرير العسل ده، بعدين المعزة، بعدين معزة هنا برضو او ذئب. شايفين كل شعر، كل شعر ليه لون. والشعر الطبيعي الميزه اللي في الفرشه بقى بتاعت الشعر الطبيعي ان هي بتبقى الشعر قصير على الاطراف بيبقى طويل في النص. فبيعمل ايه الكلام ده بقى؟ بيخليني اقدر احتفظ بكميه ميه كبيره قوي في الحته دي، وفي نفس الوقت اعرف اعمل لاين رفيع، فبيعمل معاك مساحات وبيعمل معاك خطوط رفيعه جدا، فبيغنيك ان انت تجيب كميه فرش زي الالوان الزيت كده، فرش كتير. فممكن تجيب فرشه واحده رقم 20، رقم كبير، فتعمل معاك خطوط رفيعة وتعمل معاك مساحات زي ما انت عايز. ده شكل الفرش، دي موجود منها في مكتبة ألوان. وشايفين التدرج، يعني هنجيب ممكن نجيب المقاس الكبير ده خلاص هيغنينا عن كل حاجة. ممكن أجيب 14، ممكن أجيب 7 كويس وهكذا. دي أنواع فرش تانية بيبقى ليها استخدامات شوية متخصصة أكتر، بتعمل ملامس، بتعمل تأثيرات شجر معينة، يعني مش محتاجينها دلوقتي بس ممكن نبص عليها. الريش برضو بتاع الطيور ممكن يستخدم وبيعمل تأثيرات حلوة قوي. لو حد عنده ريشة ممكن يجرب كده وهيلاقيها بتعمل حاجات مختلفة، لأن كل طرف من دول بياخد اللون وبيحطه على اللوحة بشكل مختلف. هنتكلم شوية عن الورق المستخدم في الأكواريل. والورق المستخدم في الأكواريل لازم يبقى بيشرب المية، فلازم يبقى فيه نسبة قطن. فأهم ورق ممكن نشتغل عليه أكواريل هو ورق القرش، واسمه راجع للقرية اللي اتصنع فيها الورق ده سنة 1492 في القرن ال15. دي قرية اسمها قرش في منطقة في فرنسا، كانوا بيصنعوا الورق ده هاند ميد بشكل يدوي، وفي أنواع طبعا هنستعرضها دلوقتي. هنلاقي سكتشات مختلفة كده للورق القرش،
هو السكتش بيبقى عليه صمغ من بره داير ما يدور، فانت مش محتاج تشد الورق، انت بتشتغل عليه وبعدين تقطعه بالكتر او بالمسطره او بالسكين. في طبعا جرامات مختلفه، وفي منه 3 انواع اساسيين بقى: الورق الكولد بريست اللي هو مضغوط على البارد، وفي ورق تاني هوت بريست مضغوط على السخن، ورق رف، ورق خشن بانواع مختلفه بقى حسب نسبه الخشونه بتاعته. الورق الافضل اللي هو المضغوط على البارد، لان هو طبعا بيحتاج صعوبه شويه في التصنيع، في ان انت تضغطه على البارد وكده وتجيب العجينه بتاعته، فبيطلع منه ورق الخشونه بتاعته افضل ونسبه تشربه للميه بتبقى احسن من الورق المعمول على السخن. السخن بيبقى ارخص شويه وبيبقى انعم شويه. الرف طبعا في منه تدرجات مختلفه، بس هم كلهم في النهايه هاند ميد. بصوا كده شكل الدرجات، هنلاقي الهوت ده ناعم خالص، هنلاقي الكولد خشن، الرف اخشن. شركه كانسون بتقدم نوع ورق للاكواريل اسمه مونتيفال، وهتلاقوا الورق المتصنع هاند ميد مشرشر من على الحروف، مش مستوي، مش متقطع بالمسطره، مش منتظم، وتلاقوا الشركه عامله الختمه بتاعها كده على حرف الورق. ده نوع ورق خشن قطن برضو مستخدم في الالوان الاكواريل اسمه واتمان، موجود تحت التفاصيل بتاعه السكتش. دي شركة تانية برضو بتقدم الورق القطن بتاع الأكواريل، كان معظمهم شركات إنجليزية لأن الألوان الأكواريل أصلا بدأت من إنجلترا. ميلفورد دي الماركة اللي شفناها اللي فاتت برضو. ديلر راوني الشركة الإنجليزية بتقدم ورق اسمه ورق كارتج، ورق الكارتج ده ورق هاند ميد برضو بيستخدم في الرسم وفي الأكواريل. والسكتش اللي على الشمال ده، ده برضو سكتش ورق كارتج ممكن نستخدمه في السكتشات الأكواريل السريعة وكده. الفنانين الإنجليز بقى كونوا رابطة كده سموها رويال ووتر كولر سوسايتي. المنظمة دي كانت منظمة مهتمة إن هي تهتم بفنانين الأكواريل بس، تعمل لهم معارض تهتم بيهم، وكمان عملوا نوع ورق بيستخدم في الأكواريل. كان في فنان ألماني مهم جدا اسمه ألبريشت ديورر، ده كان فنان اشتغل بالألوان المائية في القرن ال15 وال16، وكان من الفنانين اللي مهدوا لظهور الأكواريل وانتشاره بعد كده في إنجلترا. وهنشوف شغله بعد شغله كده، كان بيرسم لصفحات الكتب والرسوم التوضيحية في الكتب. دي ماركة تانية اسمها دي أمالفي بتقدم ورق أكواريل. دي شركة تانية روسكومب. طيب فاللي موجود حاليا هنلاقيه في المكتبات، هنلاقي المونتيفال الكانسون، وهنلاقي الارش، هنلاقي الفبريانو اللي هو موجود فوق على الشمال ده، و بس لو مش هنجيب ورق قطن لا نجيب ورق عادي بس يبقى جرامات تقيلة شوية، كانسون عادي او فبريانو عادي، وبعدين ممكن نشده بقى بالمية زي ما هنشوف في الفيديو اللي اتبعت على القناة. احنا طبعا شرحنا الشد ده المرة اللي فاتت في الجواش، لأن احنا شدينا في الجواش. دي بعض أنواع الورق المعمول مخصوص للأكواريل بعض الشركات اللي احنا استعرضناها: أرشو، فابريانو، واتمان، ووترفورد، وكليستر. كل دي أنواع ورق أكواريل. ده الفرق بين الورق المعمول على البارد والورق المعمول على السخن. بصوا هنا فرق التنشيع عامل ازاي، ده عامل معايا تأثيرات أقوى من التأثيرات اللي معمولة على الورق السخن. ده الباسبارتو، عشان برضه ناس كتير للأسف ما كانوش عارفينه، كانوا بيجيبوا لزق عادي وفاكرينه باسبارتو بيبلوه بالمية كمان. لا، هو ده شكل الباسبارتو، بيبقى سكوتش عليه صمغ، لما بيتبل ميه بيلزق، ده اللي بنستخدمه في شد الورق بتاع الاكواريل والجواش والالوان المائيه. لو حد هيطلبه من على النت او حاجه ده شكله اسمه جامد تيب. طبعا الالوان الاساسيه هنحتاجها بشكل اساسي، فمن كل لون هنشتري درجتين، يعني الاصفر هنشتري الليمون، وهنشتري الكادميوم والاوكر، وحتى لو علبة الألوان عندك خلصت أنت ممكن تشتري المكعبات من المكتبة وتركبها مكان الألوان القديمة.
الأحمر هنحتاج الفيرميليان والكرينزون، الأزرق هنحتاج السيريليان والألترامارين والبروسيا لو موجود، وطبعا الأسود موجود بس مش هنستخدمه كتير، ممكن في السكتشات أو كده، ويفضل نشيل الأبيض. يعني لو احتاجنا نحط لسعات بالأبيض بعد كده يعني في تكنيك معين ممكن نستخدم جواش أبيض مش الأبيض الموجود في علبة الأكواريوم. ده شكل الدمج بتاع الألوان. الأكواريل من أكتر الألوان اللي بتتوسخ بسهولة، فلازم أخلي الألوان نقية وأخلي الألوان تخرج من غير تكوين كتير، على عكس الزيت ممكن أحط ألوان كتير على بعض وأقعد أطلع درجات وتدرجات كتير. لا، الأكواريل يفضل اللون يبقى نقي وناصع شوية. يعني أجيب اللون، عاوز برتقاني أحط أحمر على أصفر على طول، عاوز أكتمه شوية يبقى بنقطة أزرق صغيرة من غير ما يبقى اللون الرمادي غالب قوي على الشغل، لأن كل ما الألوان اختلطت كل ما هتتوسخ وهتبقى شكلها مغير بزيادة، كمان نسبة الشفافية هتقل. طبعا مش معنى إن الألوان اسمها ألوان مائية إن أنا أستخدمها بالشكل الشفاف الخفيف قوي ده بس، لا، أنا ممكن أوصل معاها عادي للدرجات الغامقة طالما أنا محافظ على الشفافية بتاعتي. شايفين الدرجات الغامقة دي كلها ممكن استغلها في الغامق بتقليل نسبة المية، يبقى نسبة المية هنا هي اللي بتتحكم في الغامق والفاتح بتاع اللون. بس مش معنى كده ان انا لو عاوز اعمل احمر غامق امسك الاحمر الفاتح من العلبة، لا، اشتغل على الاحمر الغامق على طول واقلل نسبة المية. الالوان الجواش كانت معتمدة في تكوين الالوان على فكرة الدمج، ان انا بخلط لونين على الباليتا فيطلع لي لون ثالث. هنا الاكواريل معتمد على الدمج وعلى الشفافية كمان، زي ما كنا بناخد في الألوان الخشب كده، كان برضو معتمد على الدمج والشفافية. دي بعض الدرجات الرمادية الخارجة من الألوان المتقابلة. بصوا هنا هنلاقي اللون رايح على برتقاني شوية واللون هنا مزرق، كل ما النسب بتتساوى كل ما يديني الدرجات الرمادية اللي في النص دي. بصوا هنا درجة الأزرق اتغيرت ودرجة البني اللي رايح على برتقاني ده اللي هو برنت سيينا هيديني درجات بالشكل ده في النص. كل الدرجات دي درجات رمادية طبيعية ملونة. دي درجة أزرق تالتة فتالو بلو، وده درجة بني تانية برنت أمبر، هنلاقيها ادت لنا درجات تانية مختلفة. طبعا شايفين هنا التفتيح بيحصل ان انا بزود نسبة المية. هنا النسب دي بتقول لك هو حط ازرق قد ايه واحمر قد ايه واصفر قد ايه عشان يطلع اللون ده. شايفين هنا الدرجات، يعني اللون اللي هتلاقوه مصفر قوي ده تعرف ان نسبة الاصفر هي الاكتر، وبعدين التلاتة دي هتلاقيها الاحمر، وبعدين الواحد ده هتلاقيه الازرق، تلاتة ده هتلاقيه الأحمر، وتلاتة ده هتلاقيه الأزرق، الأصفر هتلاقيه اتنين، وهكذا. فكل لون من دول هتلاقي إحنا بنلعب بنسب الألوان الأساسية بس في النهاية كل الألوان دي داخل في تكوينها التلاتة الأساسيين. فبصوا إزاي ممكن تعمل باليتة كبيرة جدا معاكو باستخدام الألوان الأساسية بس. عشان كده مش مهم أجيب العلبة الكبيرة اللي فيها درجات متكونة، لأن أنا هقدر أكون الدرجات. التقنيات بتاعة التلوين بتاعة الأكواريل بتفرق جدا في شكل الألوان حسب استخدامي وحسب نسبة المية وحسب حطيت المية إمتى، بعد ولا قبل. فأنا ممكن أفرد مية الأول على الورقة قبل ما أشتغل خالص وأحط فيها اللون، هيبتدي يعمل معايا تنشيعات، والتنشيعات دي ممكن أسيبها تنشف وممكن أشتغل عليها تاني بعد كده. ألاقي أول طريقة اللي هي ويت أون ويت، يعني أنا بشتغل طري على طري، أنا فردت لون وبعدين حطيت نقطة لون أزرق غامق شوية عليه فابتدى يسيح فيه وينشع ويتدرج فيه. اللي بعد كده ويت اون دراي، أنا سبت اللون ده ينشف الأول وبعدين حطيت لون طري عليه فعمل تأثير مختلف زي ما احنا شايفين. دراي اون دراي أو دراي براش هتلاقي إن الفرش الملمس بتاعها باين قوي، فبرضه ده تأثير من التأثيرات، يعني ممكن تأثير يتعمل في شجر مثلا في حاجة فيها ملمس قوي أو كده، فده بيبقى نسبة المية قليلة قوي في الطريقة دي.
هنا دراي اون ويت، يعني انا عملت فردت ميه في الاول لونها ياباني، وبعدين بدات احط لون تقيل بقى بفرشه كده مليانه لون، هيعمل معايا الالوان الحاده قوي الموجوده دي. بعد كده فرشه كده فلات، انا فردت لون بطبقه واحده، وبعدين هنا انا درجت، ابتديت شويه بشويه ازود ميه في المنطقه اللي تحت، فعمل التدريج معايا. وبعدين هنا تداخلات بقى لونيه باكتر من طريقه. هي بعض الحاجات، بعض التأثيرات اللي ممكن أعملها بالأكواريل. نستخدم بقى الملح والشبة والماسك والأويل باستل والشمع وكده. هنا طريقة بتوضح إمتى أستنى الألوان تنشف وإمتى أشتغل طري على طري. لو أنت حابب الألوان تتداخل كده وتعمل معاك حاجات متفيدة، تشتغل طري على طري. إنما لو عاوز ترسم بقى الحاجات الرفيعة الدقيقة اللي قدام دي، تستنى لما تنشف، وبعدين تبتدي تحط الخطوط دي. فيعني الأكواريل لازم أنتظر شوية لما الألوان تنشف في بعض المراحل، ما ينفعش أفضل شغال على طول طري على طري. ده الماسك ده شبه الغيرة، دي مادة شبه الغيرة، أنا لو عاوز أحافظ على المناطق البيضاء والفاتحة ولسعات الإضاءة، بغطيها بالماسك ده، بالحاجة شبيهة كده بالغيرة، فبتلزق على المنطقة اللي أنا عاوز أسيبها بيضة، فببتدي ألون، فاللون بيغطي كل حاجة. بعد ما أخلص أقوم شايل الماسك ده، فتظهر المنطقة باللون الأساسي بتاع الورقة. والماسك معاه حاجتين أساسيين بيجوا معاه، معاه كاوتشة كده رابر بنضف بيها بعد ما أخلص، يعني مش بقعد أشيل بإيدي، لا بقعد كأني بمسح بأستيكة كده بالرابر ده، فبيطلع الماسك كله. وبيبقى معاه صابونة، لأن الصابونة دي استخدامها مهم قوي. أنت قبل ما تشتغل بالماسك لازم تغلفها كده بالصابون، يعني اعملها في الصابونة شوية قبل ما تشتغل، لأن هو شبه الغيرة بالظبط، فلو اشتغلت بيه بشكل مباشر هيبوظ الفرش. فاللي هيشتغل بالماسك يعني أنا مش بفضله بصراحة، لأن هو بيطلع الحاجة حادة قوي. فهو يا أنت يا تسيب الأماكن البيضة فاتحة من الأول، ولو باظت منك ممكن تستخدم جواش أبيض كده تدي بيه لسعات خفيفة في الاخر. الماسك ده فيه منه اقلام ممكن اكتب بيها ولون فوقيها، فهتفضل بيضة زي ما هي موجودة كده، شايفين ممكن يتقشر ويطلع لك المناطق البيضة زي ما هي بالظبط. الحاجات اللي قدامنا دي ان شاء الله هنستخدمها عشان نعمل بيها تأثيرات مختلفة في الايكولين. هنلاقي عندنا الكلور بيأثر في الأحبار الملونة في الإيكولين، يمكن مش بيأثر كتير قوي في الأكواريل، إن هو بيأثر في الأحبار، والأحبار مادة كيميائية على عكس الأنابيب والمكعبات. والكحول برضو في ناس بتستخدم الفودكا، يعني عادي هنستخدم الكحول العادي مفيش مشكلة. والملح الخشن والشبة، كل دي مواد بتعمل تأثيرات مختلفة في الألوان المائية. فرشة السنان برضو هنطلع بيها تأثيرات مختلفة بالألوان الأكواريل. ده بعض التأثيرات كده، بصوا هنا تأثير الكحول، تأثير الملح، ده تأثير المناديل كلينكس، وهنا تأثير الباستل الأويل أو الشمع، أو حتى الشمع اللي بيتولع بيه ممكن يعمل تأثير. هنا حاجة كده شبه الاسبونج، وهنا ممكن نمسح برضو. يعني هنجرب إن شاء الله كل ده. أحبار هنا بيجيب الورق بتاع الشجر ويلزقه، يعني بعد ما يرمي لون يقوم لازق الورقة، وبعد ما تنشف يشيلها، فبتعمل معاه التأثير اللي انتوا شايفينه ده. فده جميل برضو، لو انتوا جنبكم اي شجرة شبه دي ممكن تشتغلوا بيه. مشهورة الشجرة دي، موجودة في كل حتة، عملت لوحة اهي من غير اي تعب خالص. ممكن كمان تبلوا الشجرة في الكلور وتحطوها، فبتعمل معاكم تحذف اللون وتطلع تأثير كده. دي بعض التأثيرات بالمواد المختلفة بقى اللي بتضاف على الخام. والأكوريل من أكتر الحاجات اللي ممكن ندخل معاها خامات تانية، ممكن نلاقي لوحات أكوريل داخل معاها قلم جاف أو قلم حبر، ممكن نلاقي أكوريل وباستل، ممكن نلاقي أكوريل مع جواش عادي، ممكن أكوريل مع رصاص، ممكن أكوريل مع ماركر، فهو خامة بتقبل يدخل معاها أي حاجة تانية.